السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ايه رأيكم النهاردة نعملوا أكلة خفيفة كده وسريعة؟ انتوا شايفين معايا ايه هنا؟ 4 بطاطسيات صغيرين انا سلقاهم وهرسهم هرس جامد قوي. هنعملوا أكلة كده تنفع معانا في وقت يكون زهقنا من الأكل، رايحين فسحة، عايزين نعملوا حاجة خفيفة. فالأكلة دي كده جميلة وموفرة قوي والأطفال كمان هيحبوها قوي. انا هرست البطاطس طبعا هرس جامد اهو زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا بصلايه فرمها فرم ناعم قوي. ايه، هحطها على البطاطس. ومعايا هنا 1/2 كيلو فراخ، صدور فراخ طبعا انا فرماهم بردك. طبعا هي ديت تبقى كفتة بردك، بس بنحط لها كده بطاطسين صغيرين بيدوها طعم برضه. البهارات بقى اللي معايا شطة وتوابل فراخ وقرنفل قرفة وفلفل أسمر، لا مش قرنفل، قرفة، معلش أنا لخبطت. طبعا بحط الملح، قلبهم بقى مع بعض. معايا شوية خضرة كده، شوية بقدونس، قلبهم بقى مع بعض كده وامزج كل الخلطة دي مع بعضها. اقلبهم طبعا تقليبة جامدة قوي عشان تبقى ناعمة. واحط هنا معلقة بقسماط، وقلبها معاهم بردك. هبتدي بقى اعمل طبعا صوابع الكفتة. بعد ما مزجتهم كويس قوي مع بعض، هعملهم كلهم كده صوابع. اخلص كل المقدار اللي معايا دوت كده، انا كده خلصتهم كلهم اهم. هجيب بقى معايا طبعا الخلطة اللي هعملها فيها، بيض، حطله رشة فلفل ورشة ملح صغيرين كده، وبقسماط اهوت، اعملهم كلهم كده بنفس الطريقة. احطها في البيض الاول وبعدين احطها في البقسماط. على فكرة الطريقة دي سهلة جدا وجميلة جدا وطعمها حلو قوي، جربوها يا جماعة تعجبكم والله. طبعا انا هقلبهم كلهم كده في البيض والبقسماط كلهم. اعملهم كلهم بنفس الطريقة كده طبعا. لحد ما اخلص كل المقدار اللي معايا.
طبعا هي هتبقى متماسكة جامد، لان احنا حطينا معاها معلقة بقسماط من الاول واحنا بنضربوها مع بعض. طبعا الطاسة بقى جهزت اهي بزيت سخن جامد، طبعا بيبقى زيت يعني وفير كده في قلب الطاسة. حط بقى الكفتة اللي احنا عملناها، طبعا عايزين لونها يبقى حلو، فهنحاول على قد ما نقدر نخلي لونها كده يبقى ذهبي. شايفينها متماسكة ازاي وجميلة. طبعا هنكمل كل الكفتة اللي معانا، خلصها بنفس الطريقة كده. هنقليها بالشكل ده. خلاص كده خلصت معايا كده زي ما انتوا شايفين لونها جميل قد ايه، وطبعا طعمها جميل جدا، ريحتها جميل كمان يعني جميلة، لان التوابل اللي حطيناها فيها عامله لها طعم وريحة جميل جدا. طبعا بقى يا جماعة كل اللي اتفرج على الفيديو وعجبه ما ينساش بقى معانا اللايك ويشترك ويفعل الجرس عشان يشوف معانا اي فيديو جديد. طبعا انا فتحت واحدة كده ايه عشان تشوفوا شكلها من جوه، استوت وجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.